أوجد العوامل الأولية للعدد 75، دون إجابتك مستخدما الأسس. هنا لدينا مجموعة أشياء ممتعة، عوامل أولية ثم استخدام الرمز الأسي، سنهتم لأمر الأسس لاحقا. دعونا الآن نركز على ما هو العدد الأولي. لنذكر بمعلومة مسبقا بأن العدد الأولي هو الذي يقسم على نفسه على العدد واحد فقط. كمثال على ذلك لنأخذ مجموعة من العدد الأولية والأعداد غير الأولية. لدينا أن العدد 2 هو عدد أولي لأنه يقسم على نفسه وعلى الواحد فقط، 3 هو عدد أولي آخر، 4 ليس عددا أوليا إذا نضعه في هذه القائمة لأنه يقبل قسمة على 1 و2 و4. لنستمر، العدد 5 يقبل قسمة على 1 و5 إذا هو عدد أولي، وهنا 6 غير أولي. إذا استوعبت الفكرة لنستمر، العدد 7 أوليا لأنه لا يقبل قسمة إلا على نفسه وعلى الواحد. لدينا 8 هو غير أولي، 9 ربما تقول أنه أولي لكنه لا لأنه يقسم على 1 و3 و9. إذن الأعداد الأولية ليست بالضرورة أن تكون أعدادا فردية، فلدينا هنا أيضا 10 غير أولي، لدينا 11 هو عدد أولي لأنه لا يقبل قسمة إلا على نفسه وعلى الواحد. إذن يجب أن نفكر بهذه الطريقة لمعرفة قوائم الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية. الآن لنرى ما هي العوامل الأولية للعدد 75؟ أقوم بتحليله إلى العوامل عن طريق شجرة العوامل أو ما نسميها الشجرة. 75، ما هو أصغر عدد أولي يقبل 75 القسمة عليه؟ 75 هو عدد فردي وأحده هي 5، إذن ممكن أن يكون يقبل القسمة على 5 أو على 3 لأن 7 + 5 هو 12 و12 تقبل القسمة على 3. إذن لنفكر بهذه الطريقة لنبدأ بـ3، 75 هو عبارة عن 3 ضرب عدد آخر. لنقول بأن ما هو كم عملة نقدية يجب أن يكون معي وأكررها 3 مرات لتساوي 75، إذن لدينا 25، إذن 25 ضرب 3 هي 75. الآن نريد أن نقسم 25 إلى أيضا فرعين لأن 3 لدينا هو عدد أولي فلا داعي لأن نحلله أكثر. إذن 25 عبارة عن 5 فهي تقبل قسمة على 5 ضرب 5، وخمسة هو عدد أولي كما تعلمنا أو كما أوجدناه في القائمة أمامنا. إذا نقول بهنا بأن 75 هو حاصل ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5. إذن هنا نستخدم النقطة لدلالة على عملية الضرب. إذن هنا 3 ضرب 5 يساوي 15 ضرب 5 يساوي 75. إذن هذا هو التحليل للعوامل الأولية. ولكن ما معنى أن نكتب الإجابة باستخدام الأسس؟ هنا مثلا لدينا 5 ضرب 5 أي أن 5 مضروبة بنفسها مرتان، إذن هي نفسها عندما نقول 5 للقوة 2 أو للأس 2. إذن يمكن أن نكتب 75 على أنها 3 ضرب 5 أس 2 أو للقوة 2، وهذه هي طريقة كتابة الأسس. إلى اللقاء.